يبدو أن سلسلة النتائج السلبية لا زالت تلاحق شبيبة بيجاية بعدما عجز عن تحقيق الفوز للمرة الخامسة على التوالي والثالثة داخل الديار، بعدما فرض عليه فريق شبيبة سكيكدا منطقه وعاد إلى الديار بالزاد كاملا. رغم البداية القوية لأبناء ماغوريا في غياب مدربهم الجديد بوعكاز الذي سيستلم مهامه بداية هذا الأسبوع، هجمات الشبيبة قادها غانم، أخطرها كانت الكرة التي قدمها لمفتح وجه لوجه رأسيته تخطئ المرمى، ليعود غانم وفي مناسبتين إلى أنه وجد الحارس قاسم سفيان بالمرصد. للعلم قاسم سبق وأن تقمص ألوان الأحمر والأخضر. منعرج اللقاء كان في الدقيقة 22، وبعدما رفض الحاكم نادر هدف غانم بداعي التسلل دقيقة بعد ذلك، شبيبة سكيكدا وفي أول هجوم منظم تصل الكرة إلى المهاجم بطروني وبرأسية محكمة يفتتح باب التسجيل. رد أبناء بالميهوب كان سريعا، وبعد 4 دقائق من هدف شبيبة سكيكدا الحاكم نادر يعلن عن ضربة جزاء لبيجاية بعدما لمس المدافع الكرة بيده. ضربة الجزاء نفذها بنجاح غانم معدلا النتيجة. هدف حرر زملائه وكادوا أن يأخذوا الأسبقية عند نهاية الشوط الأول لولا براعة الحارس قاسم أحيانا وفي الأحيان الأخرى قلة التركيز على غرار رأسية خزري. الشوط الثاني سيره أبناء بن شوية بامتياز بعدما تمكنوا في الدقيقة 57 من أخذ الأسبقية مرة أخرى عن طريق حميدي الذي ترك الحارس علوي واقفا بهذه التسديدة. تغييرات بجاية لم تأتي بالجديد خاصة بعد الاعتماد على الكرات الطويلة التي وجدت حارسا كان في يومه، لتعود شبيبة سكيكدا إلى الديار بفوز هو الثاني هذا الموسم، فيما يبقى أنصار الشبيبة ينتظرون لجولة أخرى عسى أن يأتي الفرج.